55 من إجمالي الإدماج الوطني الصناعي آفاق 2030 مشروع تسعى لتحقيقه شركة سوناتراك، ويؤكد المسؤولون عن الشركات الجزائرية جاهزيتهم لخوض الرهان. احنا مستعدون، عندنا الإمكانيات، الإمكانيات البشرية، عندي تكنيسيان ألجيريان بيان سور، عندنا آلات ذات تحكم آلي دو ديرنيير جينيراسيون، وحنا مستعدين لتصنيع القطاع المختصة لسوناتراك وسيفيلال. جاهزية الشركات الجزائرية يجب أن تكون وفق استراتيجية تنظيمية من طرف مجمع سوناتراك، الذي بادر في لم شمل مختلف الشركات الوطنية سعيا إلى تنفيذ برنامج التنمية الطموح. De voir quels sont leurs points faibles pour essayer de les aider, pour essayer de les aider à mieux planifier, à mieux contrôler les coûts, à mieux contrôler la qualité. Et ça, c'est le rôle aussi de Sonatrac. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à 55% tout projet confondu. فتح الاستثمار أمام الشركات الجزائرية أمر سيدفع بالمؤسسات إلى البحث عن يد عاملة مؤهلة، وهنا يطرح السؤال: هل لدينا كفاءات علمية تسمح للشركات برفع التحدي؟ كاين طاقات جزائرية شبانية علمية قادرة تصنع المعجزات، وهذه الكفاءات هادية قادرة هي تدخل وتجيب أكثر من 55% من هذا الاستثمار اللي راح ندخلوا فيه في آفاق 2020-2030. النجاح في تحقيق الشراكة بين مجمع سوناتراك وبقية الشركات الجزائرية أمر سيدفع بعجلة التنمية الوطنية من خلال خلق مناصب شغل جديدة وتوفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة.